الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد العبيد السيد الساكن ولاية بيض 26 في بداية 2006 جريت عملية جراحية على مستوى البطن، ومن ثم راني ومن ثم راني مريض حتى الدرك راها خارية عليا، مانيش نخرج كاع مانيش عارف كاع من الواش. الله ينعلبو الطب اللي داروا هذا الشيء، والله ينعل والديهم. وفيف فيف 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 لالجيري. اسمعي، شحال عندك من عام من اللي مازال ما شحال عندك المده اللي مازال ما خرجت فيها؟ مازال ما تخرج 12 عام مازال ما تخرج. وهذا العام اللي وين تصرات؟ في وهران. وين؟ في السبيطار بلاطو. شحال عام؟ 16 عام مازال ما خرجتش عاود؟ واه شحال مازال ما خرجتش؟ 12 عام مازال ما تخرج. العمليه وانت الله يبارك وانت دير لك عمليه. داروا لي 92. شحال هذه الدراهم؟ شحال طالب هذه الدراهم؟ طالب ربعة ملاير. اه ربع ملاير. ربع ملاير حقه. هذه هي حقه. وسكنه زيد شري زادوا لك في كرشك كاع. خسروني 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 طبه. مين خسروك؟ من الطقبه؟ من زكك. من زكك مليحه والله. لا فور كاع من زك. زيد خسروك من زك. ها وش مي خسروك؟